السؤال اللي غادي نحاول نجاوب عليه في هذا الفيديو هي كيفاش نقدر نكتسب واحد العاده ونقدر نحافظ عليها مع الوقت. دونك في الفيديو البارح هضرت على البرينسيپ سيونتيفيك وعلى التجربه ديال الفار مع الفرماج وكيفاش برهنوا العلماء على انه الدماغ ديالنا هو واحد لا ماشين ديال الكرياسيون ديال لي زابيتود، مي ما هضرتش على شي حاجه اللي تطبيقيه اللي تقدر تخدم بها وتخلق واحد العاده وتبقى محافظ عليها مع الوقت. دونك بالنسبه ليا انا هضرنا على الدي ار ار ديكلونشور روتين ريكومبونس. دونك الا كنتي باغي تكري واحد العاده جديده وباغي تحافظ عليها فخاصك تخدم على الديكلونشور على لا روتين اي لا ريكومبونس. الوغ شنو هو الديكلونشور؟ الديكلونشور هو واحد الاشاره اللي انفو كتوصل لديك الوقيته كتفكرني وكتقول لي بلي نوض راه خصك دير واحد الهابيت واحد لابيتود. دونك هي بحال قلتي بحال الالار. دونك الا كنتي باغي دير شي هابيت وما تنساهاش فمن الاحسن تقدر تستعمل واحد الالارم في التليفون، من الاحسن يكونوا جوج الارمات، الارم قبل الوقت واحد 10 دقائق واحد الارم في هذيك الوقيته. هكا ما غاديش تنسى ديك الوقيته وغادي تولي ديما كتفكر بلي سمعت الالارم دونك خصني نوض ندير لابيتود. ثاني حاجه هي الروتين. الروتين هي ديك العاده ولا هي ديك الفعل اللي كنبقاو نعاودو. دونك شنو خصنا نديرو على هذا الروتين؟ هذه خاصها تكون بسيطه يعني ما تكونش كومبلكس، ما تكونش شي حاجه اللي قاصحه، وفي نفس الوقت خصنا نلعبوا على البيئه ديالنا. البيئه ديالنا خصها تكون كتعاوننا باش نديروا العاده ماشي تحبسنا. يعني ضروري خص تكون ديما كنوجد داكشي اللي كنخدم به قبل من الوقت، ماشي تتوصل ديك الوقت عاد نبدا نقلب خاصني هذه خصني هذه خصني هذه خصني هذه. واخر حاجه هي لا ريكومبونس. دونك كيفاش نقدروا نخدموا على لا ريكومبونس؟ لا ريكومبونس كتلعب واحد الدور مهم بزاف. ولكن انت ما تفرجتيش في الفيديو تسير تفرج في الفيديو ديال البارح، راه الا ما كانتش في المعادله ديال العاده راه ما عندناش عاده، عندنا غير واحد لاكسيون ريبيتيشن عاودها كل نهار، ولكن ماشي عاده. لا ريكومبونس ولا المكافاه كتلعب واحد الدور مهم باش كتخلي انه ديك العاده كتولي فريمون عاده وكتولي صعيب على انك تحبسها على انك ديرها. دونك لا ريكومبونس هنا كل واحد يختار المكافاه ولا شي حاجه، مهم غير ملي كتساري العاده ديالك كتاخذ ديك لا ريكومبونس. تقدر تكون فيديو كتفرج فيه، تقدر تكون شي فيلم، تقدر تكون شي جو مثلا في بلاي، تقدر تكون شي ميوزك تسمع ليها، ما عرفتش. المهم خاصها تكون شي ريكومبونس اللي تخليك فرحان. دونك كتبقى ديما ديكلونشور روتين ريكومبونس، ديكلونشور روتين ريكومبونس، ديكلونشور روتين ريكومبونس، كتعاودهم 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 لمدة 91 يوم. وديك الساعة كتكون الهابيت فريم ولات هابيت، وديك الساعة نقدر نقول لك مبروك عليك، صافي راه تأونكخات راه ولات اوتوماتيك. دونك إلا كنتي انتريسي وبغيتي تمشي بعيد وعندك هاد المشكل ديال لاكخياسيون ديال لابيتود وبغيتي تفهم لي زيتاب دو أ أ زد كيفاش تكري ان لابيتود، كاينة واحد لافورماسيون لي خرجتها سميتها ترانسفورم يور لايف يوزين ذا باور هابيت. تقدر تشوف وتدخل ليها، راه كاين لينك في البايو. وإلا عجباتك وكنتي انتريسي تقدر تباسي لا كوموند ديالك وتاخذ لاكسي اللي غيبقى معاك حياتك كامله. تقدر تدخل من تليفون من بيسي من اي ديفايس. دونك ترى ليا في راسك نشوفو فيديو.